31 تشرين الأول عيد هالوين بأمريكا، وكتار من اللبنانيين كمان بيعيدوا هيدا العيد بلبنان. اليوم قررنا نعلمكم ديكوريشن للهالوين، وبدنا نحضر هيدا الشيء ديكوريشن لهالوين كلاس مع بايت. بايت سود وفضة هوني، برجع بعلي ايدي، سوري شربت بدك تفرجيها فوالا. اوكي، جبنا سيتروي او اذا بدكم لقطين او يقطين، فيكم تسموها مثل ما بدكم. كل واحد، في ناس بسموها لقطين بالدارج، في ناس بسموها يقطين. جبنا وحده كبيره، نسيت احط خواتمي فوالا، هلا زبطوا. ودهنت العنق هون لون اسود، وجبنا بايت من عند توريكيان جوني، وبتعوزوا دبوس مشاهدينا بيبيس. فيكن كمان تعملوا زيت الشي مع دبوس، بتشكوا هيك من فوق، وفيكن تلزقوا كمان بالجلوغان اذا بدكم. هون نرجع من قصة، نرجع واحدة تانية فضة، عكل زيح أو لون فضة أو لون أسود، ما بدها كتير وقت، هيني كتير الشغلة بتطلع السيتروي كتير شيك. بهالشكل وبنرجع من قصة. كتير هينة، مهم تشتروا لقطين. هلا فيكم تنقوا غير ألوان كمان، بس هولي ألوان هالوين حلوين، الفضة حلو مع الاسود، فيكم تعملون كلها سوداء، فيكم تجيبوا اذا بدكم لون اورانج كمان، بس بما انه سيتروي لون اورانج ما حبينا نرجع نحط. ولا نرجع من برما لتحت، فلتت من فوق، نرجع منركزها. فوالا، ليكو كيف عم تطلع حلوة كتير. نرجع ناخد الأسود، وبهالشكل منتابع لنخلص السيتوي.
وحتى فيكم تعملوها مثل ما قلت لكم بالجلوغان، بس انا بفضل بالدبوس. جبنا البيت نحن من عند توريكيون جونيي، عندهم كل الالوان. نرجع لون فضي. فوالا الدبوس دغري بيثبت. مش حلوه عم تطلع. فوالا هلا اسود. نتابع فوالا. افضل تكون نعملها على لقطين كبير تطلع اجمل. احنا عملنا من الاثنين لنفرجيكم الفرق. ناديا شو هالحلو ستيفاني؟ كتير معدوم. تعي شوفي يا معدومين. صاروا سواري، صاروا خرج سهرة ستيفاني. صاروا خرج سهرة كلاس. كيف عم تحطيهم بالدبوس؟ بالدبوس بدو شيء. قالي لي هاي كيف تخطر برا براسهم هيك افكار لك؟ هدول شو معدومين؟ ولا اصغر بس حلوة تكون كبيرة سيتخوي. بس هي من فوق كيف حطيت؟ لونتيها اسود؟ لونتها اسود بالبنتور. معقولة ساعتك ستيفاني شو معدومين؟ مع كادر أول مرة بتشوفيها؟ عن جد؟ هلا صارت ساعتي صارت ساعتك مشهورة مشهورة مع كادر. فرجيها فرجيها لساعتك. هيدا ديزاين جيريمي سكوت اللي هو رنا المشاغبي. جيريمي سكوت ما بيعرف ديزاينر. اوكي فوالا. شفتي شو حلوة؟ كثير حلوة كثير مهضومة وهيك بتعطي بتلمع بتلمع على الشاشة مبينة أقل بتلمع لايف بعد أحلى عن جد؟ رح تعملي لها كمان من فوق هاي؟ إيه فينا حتى وفينا ما حتى الصغيرة لأنه ما كان لها عمق حطيت بس الكبيرة لما انا بتقولي لقطين ولا يقطين؟ انا بقول لقطين لقطين. كل العالم انت شو بتقولي؟ لقطين انا بقول لقطين؟ مش يقطين؟ لا هيدي برامج بالله مش مشكلة فينا نحطها لبعد دبوس؟ ايه فينا نحطها لبعد دبوس هون بالنص. لازم كلهم يمكن نحط لهم دغري بتفوت.
شفتي السنساسيون شو معلومه؟ بعد بعد ما قدرت فوت بعد ما قدرتي؟ لا ستيفانية شو عملت لها فوتيها؟ بقلب البيات حطيتيها؟ ايه اوكي زبطت زبطت؟ ايه حلوه السنساسيون القنطرية طرية هي لازم يكون اكتيفيتي مع اللي بيحضروا هلا لهالوين كثير اولاد بحبوا صح وفكره مهضومه حسيتها وفي ناس خرجيني اصلا بتحكيون على الطاوله كثير على الطاوله ايه في اميات بيقولوا مثلا كلهم لانه بلاستيك بيقولوا ما كثير حلوين بالبيت مين البلاستيك الاميات؟ لا سيتروي اللي بنلاقيهم بالاسواق لانه في اميات بلاستيك في ايه شو ممنوع واحد يمزح يا رنا؟ ما قعدنا أربعة أيام مغمومين فينا نضحك صح شوي. فينا نضحك شوي ما معناتها إنه مبسوطين يعني بس معناتها عم نجرب نغير صح نموه المشاهدين حبيت أما هي بلاستيك لحظة بس تكمل هيدي هلا أنا ما رح أقدر كملها كلها بس أعطينيكم فكرة مشاهدينا عن الأسبي هاي آخر وحدة هيك شغلو ستيفاني كتير جولي كتير حلوة فكرة بسيطة كتير ما بدها شيء بس بتشتروا اللقطين وشوية بايات نحن بنجيبهم من عند توريكيون جوني وحسب فيكم تنقوا الالوان اللي بدكم اياها بس اكثر شيء بلاك وفضي وابيض و اورنج للهالوين وهابي هالوين للجميع بريك ومنتابع